بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نرحب بكم، وطبعا استفنا شرفتونا، ونتمنى إن شاء الله نكون خفيف الظل عليكم. البداية طبعا أكيد برد الوطن السودان، نظر الله الأمن والأمان للوطن ولكل العالم الإسلامي. البداية كانت بالسودان إن شاء الله، ثم ذلك الحمد لله يعني حتى كان عمل في مجال التجارة، والحمد لله رب العالمين. بعد ذلك انتقلنا لدولة قطر، والحمد لله رب العالمين يعني وجدنا كل ترحاب من المزدولين وكل تسهيل الحمد لله. وقد كان له دور مؤثر جدا في نجاح كل عمل يعني. في البداية طبعا بالنسبة للمشروع الحالي اللي هو الطابونة للخبز البلدي والحلويات والتجارة، بدأت الفكرة يعني هي يمكن هي من مدة طويلة يعني الفكرة والاستثمار، لكن فعليا في أرض الواقع تم تطبيق الفكرة بداية مع بداية فعاليات كأس العالم، وذلك العكس حتى نساهم ولا بالغليل العكس الثقافة السودانية لكل الجاليات كخطوة أولى، ثم بعد ذلك عكس باقي الثقافات للجاليات الأخرى. والمحفظ طبعا هو ليس حصريا على جاليه معينه، لا، لكن لكل الجاليات العربيه والاسيويه وكل المواطنين والمقيمين يعني. والله الحمد لله نحن بنقول لسنا الوحيدين، لكن نتمنى ونسعى ونجتهد ان احنا نكون الافضل يعني. فبالاخلاص في العمل والتوفيق ان شاء الله والمثابره والاجتهاد بيكون يعني. بداية توافقا مع تطور المذهل والموجود في على دولة قطر وكل الاستثمارات المتاحة وكل التسهيلات، وهو طبعا دي بيئة خصبة للنجاح أكيد يعني. فطموحنا إن شاء الله إنه يعني نحن حاليا التغطية بتاعتنا بنسبة يمكن نقول 75%، لكن طموحنا إن شاء الله تكون 100% بإذن الله تعالى. شعارنا المفروض دائما يعني بنقول الطابونة الجودة مضمونة. التحية والتقدير لهم، هم شركاء برضو في النجاح بإذن الله تعالى، وهم يعني ليس حصرا على جنسية معينة الحمد لله، وهم مجتهدين وتحملوا معانا الفترة الأولى بقدر صعوبتها، زي ما معروف طبعا كل فترة مرحلة أولى بيكون في صعوبات يعني، فهم الحمد لله يعني هم من أجود الموظفين والعمال على مستوى المهنة يعني. علاقتهم بموظفينك هي علاقة أخ الأخوان ولا علاقة مديرنا الموظفين؟ هي علاقة أسرية في المقام الأول، احنا نكون مع بعض على طول. ليش؟ لأنه بيروح التيم الواحد، بيروح الفريق الواحد، فده هو ده اساس النجاح والتوفيق ان شاء الله من ربنا سبحانه وتعالى. في البداية أكيد كل الشكر والتقدير لكل الأصدقاء والأخوان والزملاء، مع الاحتفاظ بالأسماء، التقدير لهم جميعا. فلتكن دوما قدوتنا في حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه هو كان بداية بالتجارة يعني، فهو قدوتنا يعني صلى الله عليه وسلم في البداية. ولكن الزول لها واحد ما بينكر يعني إلا وقوف الأصدقاء والأخوان والزملاء معه في المهمة. أكيد اليوم أيضا الأسرة اللي هي معنا في البيت، أخذنا الشغل وقتنا كثير بالعمل، ساعات العمل طويلة جدا، يا دوب بنشوفهم ساعات قليلة، ولهم حق اليوم رسالتك لهم أو كلماتك البسيطة لهم، شو رح توجهها اليوم؟ والله بس بقول إن شاء الله هم فعلا هم كانوا السند يعني، يعني برغم الظروف اللي بتمر علينا، برغم إنه الانتظار، وكما تعلمون يعني نحن في الطابون احنا شعارنا انه الخدمه متوفره لمده 24 ساعه، فالواحد بيكون معظم الزمن بيكون داخل المحل فعلا، فبتواجه صعوبات الواحد حتى بالتواصل مع الاسره. فمن هنا بنرسل لهم التحيه جميعا على تقبلهم وعلى تحملهم معنا، ونسال الله التوفيق يعني ان شاء الله. التحيه والتقدير والتجلى والاحترام لسمو الشيخ الامير الوالد، كذلك سمو الامير المفدى الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، لهم التحيه والتقدير والجميع ان شاء الله.
بالتأكيد الأمن والأمان هو العنوان بالنسبة لدولة قطر، فلولا الأمن والأمان لما نجح الاستثمار ولا ما نجحت الأعمال التجارية الأخرى. ونحن بنضرب رأس كثيرة على نعمة الأمن والأمان في دولة قطر، وتحية والتجلي والتقدير لشيخنا الأكارم إن شاء الله. اسمي سالم صرصور، 34 عام، من فلسطين، متواجد في قطر من 2013. ممتاز. كيف كانت بدايتك؟ بدايتي كانت اللهم صل على سيدنا محمد. انا خريج بكالوريوس تخطيط عمراني زائد جي اي اس نظم علامات جغرافية. بدايتنا كانت موظف في شركة هندسة مساحة. جميل. حتى 2016. بعد هيك بلشنا في البزنس عندنا. بلش البزنس خاص في 2018 فول تايم. كان 2016 بار تايم. حلو. في 2018 فول تايم. نقدم خدمات تصوير 360 فيرتشوال تور، بالإضافة لخدمات الريندرينج لمكاتب التصميم والمكاتب الهندسية، بالإضافة إلى خدمات السكان تو بيم اللي هي أز بيلت دروينج. بالنسبة للتصوير 360 بنقدم خدماتنا اللي هو 18K Full Resolution HDR، بالإضافة إلى Full Customized Interface، بالإضافة إلى تطبيقات AR Augmented Reality للمناسبات للإيفنتس اللي بتصير في قطر. قطر نحن معروفة إنها أرض للإيفنتس. صحيح. ففي تواصل للشركات القائمة على الإيفنتس بنعمل لها تطبيقات AR. احنا كانت بدايتنا في 2016 زي ما قلت لك كبار تايم. بلشنا في 2018 كفول تايم. التحدي الرئيسي كان عندنا انه مفهوم ال 360 ما كان دارج، فواجهنا صعوبه في شرح الفكره والكونسبت ايش اللي بيقدر يعطيه فوائد منها. فالحمد لله الامور تيسرت، اشتغلنا مع ازدان، كانت كبدايه ازدان ريل استيت، فقدنا لهم مشروع سكن، عملنا لهم كل المشاريع اللي عندهم الحمد لله في 2016 2017. التحدي اللي واجهنا بعد ما هيك الحمد لله انتشرنا، انتشر اسمنا، فصار علينا جينا على ضربات. اجى الحصار، تقدر تقول انه اثر علينا بشكل كبير. بالضبط، اثر على الكل. بالضبط، في المشاريع تقريبا اغلبها تكنسل المشاريع. فرجعنا على موضوع ال سيدنا محمد، رجعنا على موضوع الأزبلت وخف التصوير، فاتجهنا للريندرينج والأزبلت. في 2019 2020 اللي هو الكوفيد 19 برضه أثر علينا.
يعني كان في عندنا مشاريع وردي عقود ماشيه في التصوير. تمام. من ضمنها شركه بنتلي كنا ماخذين معها عقد للتصوير. ف مع الاغلاق اللي صار طبعا كل العقود تكنسلت كمان. مع انه كانت الفتره مناسبه للشغل تبعنا، بس صار في اغلاقات في المنطقه الصناعيه بالضبط، فصار في اغلاقات فالمشاريع وقفت. ف يعني اغلب شغلنا في فتره الكوفيد كان ريندرينج، اللي هو احنا خدمات الريندر شو بنقدمها، بنينا الريندر فارم وبناخذ التصاميم من المكاتب الهندسيه ومكاتب التصميم الداخلي ونعملها ريندر عندنا. طبعا احنا عندنا الريندر فارم بيحفظ لك وقت 90% تقريبا، لانه احنا الريندر العادي عاده بياخذ من ساعه على ساعتين عشان يحسب الاضاءه مع الخامات مع الامور الثانيه. احنا في الريندر فارم اللي عندنا تقريبا بنطلعه خلال 15 دقائق للصوره بتكون طبعا 4K. اللي ميزنا اللهم صل على سيدنا محمد الكواليتي اللي بنعطيها للزبون، المتابعه معه، بالاضافه للاسعار المناسبه. ما بنطلع على الربح حتى بنطلع على العلاقه مع الزبون. والله ان شاء الله يعني الفكر عندنا انه نتوسع في الخليج، يعني يكون ننطلق بقطر ونتوسع على الخليج بحيث انه ناخذ شغل اكثر برا قطر كمان ان شاء الله. النجاح للنجاح. نشكر الوالد الامين الوالد الشيخ حمد والامير تميم على نعمه الامن والامان اللي موجوده في قطر، بحيث انه متوفر كل سبل الراحه للمستثمرين بالاخص والتسهيل الاجراءات، بالاضافه الى الامن اللي بيحسسك انك انت قاعد في بيتك مش قاعد في دوله راح تاخذ منها بزنس. والله بشكر الوالد والوالدي الله يحفظهم الله يرضى عنك، وبشكر زوجتي اللي وقفت معي كمان اكيد. الحمد لله رب العالمين. نحكي وراء كل رجل عظيم امراه، نحكي شو دور زوجتك في حياتك العمليه؟ والله دور زوجتي كانت سند لي في كل مشوار رحلتي صراحه. الله يخليكم وبارك. حياك الله. فارس الرباط، انا شاب سوري عمري 25 سنه بس مواليد الدوحه. نعم. هلا انا ساكن بالدوحه طول حياتي، بس 2015 نقلت على امريكا. نعم. درست هناك 5 سنين وقضيت سنتين عم بشتغل، بعد عن هيك وصلنا 2021 رجعنا على الدوحه واستثمرنا الحمد لله. هلا نحن شركة لاندسكيب تصميم وتنفيذ،
انا اول ما رجعت الدوحه اشتغلت الحمد لله، يعني لقيت شغل بشركه نخيل واشتغلنا وشغل حلو الحمد لله، قضيت سنتين وبعد ما فترتي خلصت مع نخيل فعليا حسيت انه انا فيني استثمر لحالي طبعا بوجود الشريكه ومن فضل الشريكه. اما اسسنا شركه سكيب وصلنا هلا من شهر هذا الحكي كله والحمد لله الوضع ماشي ومستلمين مشاريع. بنقدم نحن خدمه تتميز جدا اللي هي الخدمات اللي هي نحن نعمل مشاريع تصميم وتنفيذ حدائق منزليه. هي اللي متخصص فيها، بس فعليا نحن بنقدم اي شيء بخصوص اللاندسكيب، اي شيء له علاقه باللاندسكيب، لو صيانه لو تصميم لو تنفيذ مثل ما بتعرفوا. ومبدئيا بنشتغل بالدوحه بس كمان نحن بنشتغل بمشاريع انترناشونال، بنعمل تصميم فقط. هلا سكيب، انا لما جيت على السوق القطري لاحظت انه في فراغ بالسوق، هذا الفراغ هو تصميم المودرن، التصميم المودرن والتنفيذ المودرن كمان. بس مبدئيا التصميم المودرن نحن، انا مثل ما بتعرف درست بامريكا، فرجعت من امريكا وبدي اجيب طريقه التصميم الامريكي على الدوحه. اغلبيه الشركات هون طبعا ما حنقول اسامي بس كل حدا بيعرف انه بيعملوا الكلاسيك ديزاين، هدول هو اللي بيحبوهم هون. فاجينا نحن والهدف انه نقدر نطور الفكره هاي ونصير نوزع للناس فكره المودرن ديزاين ببيوتهم وبالحدائق غير منزليه كمان. والله شوف، نحن بالاخر بنحب نشتغل مع الكلاينت دايركتلي، فنقعد مع الكلاينت وبنقول له اذا بدك هذا مثلا نوع الستون او نوع الماربل او هالنوع الزريعه، فينا بيطلع هيك السعر بس فينا نعدل معهم، واذا بدهم نعطيهم اوبشن ثاني بيطلع السعر ارخص، بتتطور طبعا الفكره كلها هي. يعني الاسعار منافسه للجميع، يعني مناسبه للجميع. اكيد اكيد، في الرخيص في الغالي في كل شيء بيناتهم. تمام. هلا انتم مثل ما بتعرفوا هالسنه بعد كم شهر جاي الاكسبو على الدوحه. أكيد. فطارعين قلنا نحن بدنا نروح نشوف، وبدنا نشوف يعني شو الناس اللي جايين من حوالين العالم لينشروا البرودكتس تبعهم بالدوحه. بس طبعا هذا كله من الفكره، من شرف السمو الامير الشيخ تميم الله يحفظه، وطبعا الامير الوالد طبعا هو اللي مؤسس اصلا الفكره وقدر يطورها هو الشيخ تميم سمو الامير. فالحمد لله طبعا البلد ماشي باتجاه كويس جدا، وانتم بتعرفوا طبعا مرت فتره صعبه اللي بالحصار، وهذا من فضل الامير طبعا الطريقه اللي وقف فيها وما خلينا اي حدا ياخذ شيء منا كدوله طبعا كبلد قطر. والحمد لله يعني الحمد لله انه بوجود الامير الحمد لله بفضله. للشركه عندكم مبدئيا بدنا نشتغل بمشاريع الدوحه تصميم وتنفيذ، بس ايفنتشلي بدنا نفتح مكاتب حول العالم كلهم نقدر ننفذ تصميمنا للكلاينتس اللي هو الانترناشونال. حاليا عم نبعث نحن مشاريع تصميم انترناشونال، بدنا نقدر ننفذهم كمان. اكيد طبعا الوالد والوالده، اولا بدنا نحكي على الوالد والوالده، هدول واقفين معي كسند، وهو من غيره ما كان فيني اوصل للمرحله اللي انا فيها هلا. والوالد فعليا هو كمان مهندس، فهو اللي عامل لي انا المثال اللي انا عم بقدر الحقه شوي الفكره يعني اللي حاطه براسي. واكيد بدي اشكر كمان شريكي لانه من غيره لو ما كان من فضله ما كنا فينا نحن نستثمر بهالمشروع الحلو ونقدر نخدم الدوحه بالمشاريع اللي بنسويها نحن. اولا الله يحفظهم، الله يطول بعمر الامير الوالد طبعا هو سمو الامير الشيخ تميم، من فضله مثل ما عم تحكي انت البلد تطورت بالطريقه اللي هي تطورت فيها وعم تتطور كمان لسه. فطبعا نتشكرهم كثير، وانا كمقيم بالدوحه بدي اتشكرهم ليعطوني الفرصه لاقدر استثمر بهيك مشروع. طبعا القانون بيحمينا نحن كلنا، انه القانون لازم تستثمر مع مواطن كشريك، فهي شوي بتقدر تقسم الـ responsibility والمشاكل اللي بتصير الشركة بين بعض. فالحمد لله طبعا هالسيستم حلو جدا. وغير عن هيك انتو بتعرفوا الدوحة قطر من أأمن البلاد، من قبل أأمن الدول بالعالم كله، فالحمد لله ساكنين وقادرين نشتغل بدون ما نضطر نفكر بأشياء هيك شوي يشيلوا بالنا من عن الشغل الحمد لله. صحيح.
to Qatar in 2008 as an expatriate employee. As a construction manager, I came to the renowned company in Qatar. And I worked in Qatar as a consultant and as a contracting managers for many companies. You was working here. Yes. You worked in how many years? I was working here in Qatar for almost 10 years. Mashallah. Yeah. And after that, due to the blockade in Qatar, we started, I want to support Qatar. Okay. So I started a company called... Since when you started your own business? In 2018, January, we are officially opened the company. Great. We are started with the maintenance services. Yes. And we are providing best in our service for the Difama Madani approved company, civil defense approved company, our company. We are doing good business in 6 years and we have almost 600 customers, renowned customers. And our prestigious clients are staying with us more than 5 years. So we are, that's how we are quality of service deliverables. So our customers are repeated customers and we are adding up our new customers also. And we are good in market by standing our quality, on-time deliverable jobs and cost-effective. Yes. And our price is very competitive and because of the situation, market situation, we are and our 30 years of field experience, we are giving you the best service and the best cost-effective manner. And our prices so make you special more than the other guys, more than the other company. Same field of companies because we are not charging the clients unnecessarily. Yes, we take very minimum margin and we want to deliver more service to the society. There is a lot of opportunities. Yes. That is why we are expanding our business as well, thinking of futures. Yes. And we are into our last 2 years, we have started our uniform business. So that is our Sheikh Emir's 2030 vision of Made in Qatar. Yes. So we initially started with fabrics supplies and uniform supplies. We have a plan in future to open up a factory in Qatar with our sponsor and inshallah we will be soon we will start a factory and we will give the Made in Qatar brand. Oh, it's all the air of us Qatar. In the future. Yeah, in the future. Mashallah. Of course, yes. It is a so highly safe country. Yes. And we don't feel we feel it is a second home to our country. Okay. Being an Indian, we are proud to stay in Qatar and we are happy to stay in Qatar. Alhamdulillah. And mashallah, we are growing also. Mm. So, and Qatar is giving a life to us to think it of, to give it back to service. Yes, I guess. So, our motive is we want to serve Qatar in a good manner, in a professional way. And in a high quality of deliverables. We would like to specially thank to our Sheikh Tamim because he's a vision oriented leader. Yes. And he's an inspiration for us to bring up more business and hard working. Yes. And we have to thankful always to him because he's keeping Qatar safe and people happy. And we would like to thank all the Sheikhs which is working thanks towards our Emir's vision and we are the part of particle we want to support as well. Yes, I want to thank to my wife and my kids who are supporting me in difficult times to brave the business and all. Yeah. And especially thank to the Qatar government officials to support us for making the business easy doing it off. That's a single window system approval and all. Yes. And our special thanks to my sponsor as well. Awesome. So he's always supporting me in time.
wherever is required, and all of my we thanks him best friends and like your media people as well.